هنا فين غنقول لكم السر، الا بغيتوا الملوي ديالكم ما يجيكمش مدقس من الداخل، يجيكم مفرك كما كنقولوا هكا تبارك الله، كتشدي الملويه كتلقايها كما كنقولوا حنا مشروطه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا من جديد باحلى متتبعين ومتتبعات قناه سحر الطبيعه. فيديو اليوم بحول الله غنشارك معكم المخمار بطريقه الملوي، كيجي من اروع ما يكون بجوج طرق، وحده تنسيك في الاخرى وحده اسهل من الاخرى. اي بنت مولات 13 عام 14 عام واللي اول مره تحضروا اكيد غادي تنجح فيه. كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش على اختكم باللايك وبالبارطاج، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نقولوا بسم الله ونتوكل على الله. البنات، اول حاجه بغيت نقولها لكم هو انني عمدا بغيت نعطيكم المقادير اللي قليله. علاش؟ لان هكا حتى البنات الصغارات واللي ما كينجحش ليها الملوي في يديها كتزعم وكتنوض، ملي كتشوف الكميه قليله كتزعم تنوض تجربو وتطلق يديها فيه. هادشي علاش انا كنتقاسم معكم الكميه قليله. هنا في المقادير على بركه الله عندي هنا الفورص رطب فيه 4 ديال الكيسان، 4 كيسان ديال العنبه ما يعادل 400 غرام. هنا عندي جوج كيسان ديال الفينو، ها هو السميد الناعم جدا. عندي مليحه بطبيعه الحال، عندي معلقه ديال الخميره كيف ما ممكن ديروا حبيبات. هذا راه مخمر البنات، يعني ماشي مسمن ولا الملوي العادي اللي ما كنديروه بلا خميره. وهنا حبيت نوريكم، شوفوا تبارك الله العسيله اللي شاركت معكم، شوفوا غير اللون ديالها ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي ناخذ معلقه صغيره بحال هكا. هذا علاش؟ هذا كيعطي اللون هذا المسمن ولا الملوي، كيعطي واحد اللون زويون. الا ما عندكمش وبغيتوا ديروا سنيده ممكن، كيف ما ممكن ما ديروهش كاع، يعني لا عسل لا سنيده. هنا الماء اللي يكون دافي، ماشي دافي سخون، دافي مايل البروده. صافي غادي نبدا على بركه الله ونقول بسم الله وغادي نعجن. ما نطولش عليكم البنات، العجين راه تبارك الله كلشي كيعجن، وسر من اسرار نجاح الملوي اولا المسمن هو الدليك ديال العجينه. عارفين اني كنموت على العجينه، غنبقى نعجنها البنات حتى تطلق النبابل، تتولي كترطق وتلقاي فيها دوك الفقاعات. العجين ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش جاريه بزاف لدرجه انها تبقى تلصق لك في اليد ديالك. صافي دابا انا بحول الله غادي نجمع العجين وغادي نعجنها مزيان ونرجع معاك. انا عجنتها، ها هي شوفوا تبارك الله عجنتها حتى ولات يعني مطاطيه. غادي نغطيها هكا وما غاديش تخليوها ترتاح البنات، يعني ما تخليوهاش تخمر لان فيها الخميره. غير ريتها ما غطيتها، غير ريتها ما نحضر هذا الشيء، درت هنا واحد الشيء شويه ديال الزيت فقط. رجعوا ناكد عليكم في الفيديو اللي قلت لكم انكم تقتصدوا على الزيت، هنا ما غاديش نقوي الزيت، هذه غادي نخدم بها ونقدر يشط ليا منها لانني غادي نغلف الزبده. هنا درت واحد جوج معالق كبار ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها البغرير، ودرت معلقه وحده ديال الفينو. غادي نخلطهم هكا بجوج وغادي ندير فيهم معلقه مع مرش ديال الخماره ديال الحلوه، ما نديرهاش كامله. شو غادي نخلطها بحال هكا، هي باش غادي نمقرش الزبيده راه كندوبها شي شويه، وغنجي مباشره غادي ندهن سطح العمل وغادي نبقى نقرصهم كرات وغنحطهم هنايا. صافي البنات شكلتهم كرات. الكميه اللي عطيتكم المقادير عطاتني 7 ديال الملويات. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو العبارات باش كتعرفوا من كنبغيو نحطوهم مثلا، وتجينا هذه قد هذه، ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره. انا الا بغيتو نعطيكم العبارات، الا كنتو بغيتوهم صغيورين ديروهم، ديروا فيهم ديك 140 غرام هكاك بالنسبه اللي عنده الميزان يعبر. اللي الا بغيتوهم كبار شي شويه قد ما درت انا هكا، يعني ما بين وبين درت فيهم 170 غرام. اللي ما عندهاش الميزان تدير عينها ميزانها، المهم تحاول دير كل كريسه قد اختها. وغنبدا على بركه الله، غنبدا باول وحده، وكيف قلت لكم ما تغطيوها البنات بدا راحت فيه الخميره باش ما يدير لكمش ديك القشره. غطيو وغنبدا باول وحده وغنطلق، وغادي نقول لكم ان شاء الله غنعطيكم جوج شكالات اللي ساهلين اي بنت مبتدئه ديرهم وتنجح فيهم ان شاء الله. ما تكثروش الزيت، انا ما تنكثرش الزيت البنات. صافي من بعد ما طلقتها غادي ناخذ هذيك السميده اللي درنا نرشو بها، وناخذ رشيشه ديال الزبده بحال هكا. راه ما كنكثرش، كندير غير قطرات. دابا غادي نشارك معكم الشكل الاول ومن بعد نشارك معكم الشكل الثاني. كتاخذوه عادي بحال اللي كنبغيو نديرو المسمن، بحال اللي كنبغيو نديرو مسمن مربع. كنجيبو الطرف الاخر الاول هنايا الوسط، غادي نرش هكا ندير قطرات ديال الزبيده، ونجيب هاد الطرف هذا الفوق هاد الثاني بحال هكا
فوق هكا فوق هكا، وغادي نجي هنا وغنحطها. علاش؟ لان العجين عندي ما خليتهاش ترتاح في الاول، غنخليهم باش يعطيوني الطوع، غادي نخليهم هكا ريتها ما نطلق الاخرى باش هذه ترخف ليا، هذه اللي حطيت هنا ترخف. يعني الخدمه مسربيه هكا، يعني كره تبع اختها. عرفتوا علاش عطيتكم قياس صغير؟ لان العجين عندنا فيه هذا المخمار، فيه الخميره، بنات الصغارات يديهم غتكون باقا ثقيله، ما غايجيو فين يكملوا كميه كثيره تا غيخمر ليهم ويجيهم خايب. هادشي علاش عطيتكم قياس صغير. ها نتوما طلقت العجين، شو ملي كتكون مضوب معجونه مزيان راه ما كترجعش، كيما طلقتيها كتبقى. صافي رشيت رشيشه ديال السميده، غندير قطرات من الزبده، وغنجيب هذا هنا نرش عاوتاني قطرات من الزبده، ونجيب الطرف الاخر هنا ونهزو كذلك ونحطو فوق الاخر. راه ما تقولوش غيتلاصقوا، راه كاع ما غيتلاصقوا البنات. دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم للشكل الاخر، انا متاكده غادي يجيكم ساهل بزاف بزاف. شوفوا تبارك الله العجين ملي كتكون معجونه، شوف شوفوا النبابله البنات. هانتوما هانتوما شوف شوفوا الفقاعات، شوف شتو كتبان العجين بانها راه مدلوكه مزيان وما تقطعش. شي العجين ملي تكونوا تفردوها وهي كتمشي يعني كتعطيكم الطوع وما كتقطعش لكم نهائيا، ها نتوما شفتوا راه عرفوها معجونه مزيان، وهذاك المسمن ولا الملوي غادي يجيكم زوين. هنا بعد ما طلقتها غادي نرش دابا هذا الشكل اللي غندير معكم دابا. الا عندكم هذيك القطعه ديال البيتزا استعملوها، ما عندكمش يعني ما تعقدوش الامور. كيف ما كنقول لكم انا دائما خدموا بالموجود خذوا غير موس. غادي نبدا على بركه الله، واحد جوج ثلاثه، ها انتم شفتوا. غادي نشد الاولى ونطويها على الثانيه هكا، ندير شويه هكا فين ما نطوي نرش شويه سميده وقطرات من الزبده، ونجيبها على الشريط الاخر ونعاود نهز كل شيء على الشريط الاخر بحال هكا. هانتوما الناس، ونحط كذلك ومثال هنا حتى يعني تكملوا هادو بنفس الشكل. دابا غادي نرجع لهادو، نبدا من الاولى، هذه الاولى صافي هذا، وغادي ناخذ هنا غادي نطلقها شويه هنا. فين غنقول لكم السر، الا بغيتوا الملوي ديالكم ما يجيكمش مدقص من الداخل، يجيكم مفرك كما كنقولوا هكا تبارك الله. كتشدين الملويه كتلقايها كما كنقولوا حنا مشروطه، وهي ملي كتكوني كتبرمي بحال هكا. ما تزيروش يديكم، الا درتوها البنات مزيره ملي غتكون في الفراح كطيب ما غتلقاش فين تنفس، وبهكا باش كيجيكم مدقص كتجيكم طبقه على طبقه. هو لا، هو انني ملي نجيبها هنا نرخفها، ها ما نكوصش كاع يديا، غير كنهزها وكنرميها على اختها. ها شتو هانتوما هانتوما، غير كنهز وكندير ما كنضغطش، وملي كنجي هنا الاخير كنجبد هادو وكندخلهم هنايا هانتوما صافي. ونحطها هكا ناعسه، لانني الا حطيتها واقفه ما غاديش بغيت تعطيكم الطوع كما كنقولوا. دابا باقا شاده باقا مكمزه صافي. كذلك ومثال مع الثانيه. ونحط دابا غنجي معكم لهذا اللي درنا فيه اللي فلحناه بالجرار، كذلك هو مثال صافي. غادي نشدو وغندير رشيشه ديال السميده، ندير قطرات من الزبيده، نضغط عليها هكا شويه نقرصو، بحال هكا صافي. ونهز ونلاوح بلا ما نزير يديا بحال هكا بحال هكا. تنظن مفهومه البنات، انا وريتكم جوج شكالات بجوجهم ساهلين بجوجهم واعرين. ملي كتحطوا هنايا وتكملوا الكميه اللي عندكم كترجعوا الاولى كتلقاوها ترخفات، ملي كتضغطي عليها هكا كتوقفيها، كتضغطي عليها هكا صافي وكتخليها. كذلك هو مثال، تجي لهذه اللي تابعها صافي كتضغطي عليها هكا وكتخليها هكا عاوتاني واحد شي شويه كترخف. هانتوما شوفوا باش تعرفوا العجين انه ناجح. شوفوا البنات شوفوا كي مدلوك مزيان، شوفوا الفقاعات ها. اذا غادي نخليها بحال هكا وغادي نكمل انا ونرجع معكم باش ان شاء الله نمشيو نطيبوهم. كنظن شرحت لكم كل شيء
صافي البنات انا ساليت والفراح رديته كيسخن. ها هي تبارك الله القياسات اللي عندي سبعه الكميه اللي عندي. ها هي غادي نبدا من اول وحده. شوفوا الزيت اللي بديت كنخدم بها، ها هي باقا عندي لانني غير كنطلق بها العجين، اما الرش كنرش بزبيده. صافي غادي ناخذ واحد شي شويه هنا ندهن سطح العمل وغادي نبدا من اول وحده. غتكون طاعه ترخفات دائما رجعوا غطيو هذا لان فيه الخميره باش ما يديلكمش القشره. هنا في التقراص ملي غنبداو نكرصو دائما الملوي كيتقرص بالصباع والمسمن اللي مربع كيتقرص بالكف. غادي نبدا نقرص من الداخل لبرا وانا خارجه. حاولوا تضغطوا على الوسط باش ما يجيكمش من الوسط يبقى فيه العجينه ويجيكم معجن بحال هكا. وما تخليوش غليظ بزاف باش ما يجيكمش معجن، وما تخليوش كذلك رقيق بزاف، يعني السمك ديالو يكون ما غليظ ما رقيق. صافي وفي الهزه باش البنات يغلبوا عليه، لان كاين اللي كيغلبوا من الهزه ديال المسمن، دائما المسمنه ولا الملويه هزوها من الوسط ما تهزوهاش من هنا، لان ملي كتهزوها من هنا كتوصل ما كتجي توصلوها للفراح حتى كديروا لها الودنين. اللهم ملي كتهز كتهز بحال هكا وكتحط هكا 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 ممكن تمشي بها. اللي كيقدر يهزها هكا يهزها هكا كيما بغا يديها هكا ويحطها. شوفوا الزبده مع البرد بدات كتجمد. صافي دابا انا غادي نهزها ونديها للفراح ان شاء الله. وصافي حطيتها على الفراحه البنات، وكي تحطوها غير تبان لكم بشده راسها قلبوها في البلاصه ما تخليوهاش على جهه وحده مده طويله. صافي دابا انا درت غير هذا الفراح الصغير هز لي غير وحده. يا ربي البنات دعيو معايا سهل سيدي ربي ونشري بلانشه محمقاني البنات، بلانشه تكون طويله ونبقى نسر به خمسه سته في دقه واحده. هانتوما شوفوا تبارك الله كل مره دوروه هكا. النار خاصها تكون البنات ما مهيله مره باش ما يكرمش يتشحط، ما مجهده بزاف باش ما يطيبش لكم من برا ويبقى لكم خضر من الداخل. كنرش لا بزبده لا والو، ملي كندير واحد القطرات في الاول في الفراح ما كنبقاش نعاود ندير. شوفوا تبارك الله شوفوا شوفوا ما شاء الله السمر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شوفوا شوفوا كيفاش تيجي. شوفوا انا غنحلو واخا سخون. شوفوا ما شاء الله سخون 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 البنات سمحوا لي هانتوما شوفوا تبارك الله كيجي كله مفرك من الداخل. هانتوما البنات ما قديتش نشدو حيت سخون كله تبارك الله كيجي من الداخل مفروق. ها هي الملويه الاولى اللي زولت معكم شوفوها هي بدات كدفى غنقدر هذه نشدها. هانتوما هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي ها هو محلول. هو ملي تزولوها من الفراحه البنات بحال هكا شدوها وديروا لها بحال هكا ضروري من هذه العمليه بحال هكا هكا حتى كتحل كلها. شوفوا كتولي كلها شراوط هانتوما شوفوا كلها كتحل من الداخل. صافي البنات انا دابا باش ما نطولش عليكم غادي نكمل الطياب ديالهم كاملين ونرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. كان هذا هو المخمر على شكل الملوي اللي شاركت معكم اليوم بجوج ديال الطرق. شوفوا تبارك الله ما شاء الله هو اصلا صوته بزبيده بلديه، وها هو مع عسيله وشي براد ديالاتين نتوما مواليه الخير. هاد ثلاثة البنات طيبتهم يعني كاملين، وهاد الربعة اللي بقاو درت ليهم غير نص طيبة. هانتوما كيف ما كتشوفوا كندير لهم نص طيبة وصافي. هادو اللي طيبتهم هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش جا من الداخل شفتوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتوما شوفوا قلت لكم اللي تخرجوها من الفراح ديروا ليها بحال هكذا هكا باش كتفرك. هانتوما شوفوا هذا هو المخمر والا فلا رطيطه البنات وكله محلول. شوفوا شوفوا من الداخل شوف شفتوا كله يعني ما جا مدقص ما حتى شي حاجه كما كنقولوا حنايا كنقولوا ليه مشروط. ها هو تبارك الله ورطيطب. ها نتوما شوفوا سمعوا ومقرمل. ها نتوما شوفوا السميده ما شاء الله تبارك الرحمن. كنتمنى يا ربي الا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش على اختكم بلايكاتكم جزاكم الله كل خير. حضروه بعينكم مغمضين البنات للشهر الفضيل. ديروه هكا نص طيبه كما درت لي انا، لويوه هكا ملي يبرد في السلوفان وديروه في المجمد غتبقاو غير تجبدوا تكملوا ليه نص طيبه في الفراح كيولي كما لو انك عجنتيه ديك الساعه باش ما تضربيش تمر. ان شاء الله في رمضان يبقى يجيك كلشي ساهل. ملي تسالي الاسبوع الاول عاوتاني ممكن تحضري كميه اخرى. يا ريت البنات بارطاجيو الفيديو لاكبر عدد ممكن. الله يخلي لكم كل عزيز وغالي. مع ألف سلامة.